بسم الله الرحمن الرحيم. يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تكدي أنت علماء أيها الرئيسي إيرادين أنه وإيتها أما أنت يعني ما هدى أيديس وشيديين وقتك إن بدن وأتصوق معركة ألقى قبل حسين إلهي أجه هذه بس اليوم سيدو خلوحي وعد يوانأها سبير هجلين يو حتو سالين علماء أنا وشيبتي وحبضني وحن مرينا هنا سيقب إيقفرنين كلية وحن ربعنا سواقة ما هذا كي سواقة ما يا ربع سيد الأختهين الدونك يا آخر ربع إلهي بقى إسكاله وحل ولي باني كره وضدك مسلمين تأي كل يبان أيانا وين إلهك عب سلاوي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بإله إلي سيد وكل إلهي وحن روش يقي تقوى ليسا يكعب سيسا ينو قدر دار مديه نبهري وحولي يا إلهي قرآن كيسا كل إلهي ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وحان أدر دارني أما ذي إذن كوري وكتبها النسيي إيا ذين كبا وحان إذن در دارني إلهي كعبصد إلهي كعبصد ألا كعبص مرك مرك للي هاي وحوي وحو كل مياء وحل وحي إلهي رسول سينا فرن إن لن يمانه وحل وحي نقرها يباننا إن أنكهرنه تاس إيا أدوني آخر ونوقوها لوقوها قاقي كران وحقوين وطاعدي إله الوين وحوية وقضية القضايا وقفك أي كم قانتها أي سمحوها دائما وحوية وحق إلهي وكوكا تقوض وحا كوكا حق إلهي حق إلهي كتاب سنة وشاقي نبينا عليه الصلاة والسلام حديث أيونا وشاقي حق إلهي وحوية وأرنت أويري إلهي وحوومي خل إنسك يجني قبا عبادة ديسا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إنس يجن فأما أؤمن إلا إن عبادة لا أؤمن وما أريد منهم من رزق إلهي وحلي رزق كمربه وما أريد أن يطعمون إن يقوديان كمربه وحن أؤمن وحوي عبادتنا أن يعبدان وعبادة كليران حق إلهي أوليها وحوي أسك كليجيس إن عبادة الله دايو وأن عندنا لولاتي قرآن هذا سورتي وفي تفسير كيسا قرانا يا كتابك مصحف كامركا زورتي أمرك أقوه الرئيان أو إلهي وأن أمره وحوية الأمر بعبادتي سورة الفاتحة سورة البقرة متى ذوقتي أمرك أقوه الرئي إلهي مسينا وحوية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم دضوا عابد ربكين إذا أبورتي والذين من قبلكم تذكي إذا كوه الرئيان أبورتي إلهي عابد وي نهي أقوه الرئيان وقرآن كسيد وكالكاري مانا وحوية النهي عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إلهي هوي لنا هو أنداد وأسغى اللمدة وأمثالة وسيد سوق العبادة مضان هوي لنا وأنتم تعلمون أنكو قرانايا عدك لأ وإذن أبورتيني سنكرين مركا أرنت عبادة إلهي كليس إن الله شريك إن ما إلهي كليس لعابده وأن عدك لو شريكين وأرنت وحوية أساس التوحيد أساس العبادة وهي هذه أيضا أي نقص كترنا قلت وحي سكرا نقص وين بقى قلعية وحربا هذا الكيغا إنا سوى قابيه ولبا آيضون إيها الحديث أنه سوى قابيان ربا سيغو سنوقت بقول أنه سنوغو ديران تطفن هذا الضوان بأس كجرة ضروفة له وحان مارك حديث كوار رياء وشيء وحوية حديث كشيء مباشياغي وأها حديث كمعاد ونبي كويري يا معاد أتدري ما حق الله على العباد ما قرن إيسا حق إلهي ودوم إيسا كليه الله ورسوله أعلم إلهي رسول سابرناي قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أن يعبدوه إن يسقع عابدا ولا يشركوا به شيئا عندك لنا أيسا لو ذاتي العبادة ديسا شركه ساد أكتهم شركة بليغانا ووح وقف وقف وحلوه دروي إلهي سبحانه وتعالى حق أسؤليها عندك لنا لو ذاتي وما أقرى إلهي وحلي أنا أغنى الشركاء عن الشرك ضبع حسود الصدمات أوبن السنبانة من أشرك معي غيري تركته هو شركة وفي أنا قا عدك لو حلو ذاتية أسأل شركي سواء سكتها وما بعني ما
marka waxa loo baahan yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisaas in asaga loo daayo annaga qof naga mid ah shilinka jeebkiisa ku jira ma ogola in qof kale la wadaajiyo bal fircoon aad garanaysaan oo ahaa yacni gaalka weynaa wuxuu ku leeyahay nabi muuse lain ittakhadta ilaahan gayrii laajcalannaka min almasjuuniin shirki ma ogola isagoo addoon xun ah ma ogola cid kale in la wadaajiyo fircoon markaas ma aaminsanayn inuu isagu nabi muuse abuuray oo isagu arsuqo ma aaminsanayn khalqigan inuu isagu abuurtay ma aaminsanayn laakiin muxuu diidan yahay cid kaloo la adeeco oo warkiisa la maqlo oo la ixtiraamo oo la weyneeyo isaga ahayn ma ogolayn sidaas ayuu wuxuu leeyahay lain ittakhadta ilaahan gayrii haddaad samaysatid ilaahan aniga ahayn macbuud aan aniga ahayn qof kale loo ixtiraamo laajcalannaka min almasjuuniin oo ku xiraaya xarig baan ku dhigaaya marka bani aadamkii baan raalli ku noqon karin in wixiis lala wadaagsado ilaahay oo ah khaaliqu ljamiic see shirki raalli buu noqonaya shirku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ilaahay uusan marnaba cafin ayuu ka mid yahay إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حديث كلابات وأن ربينا شيخ وحوية نبي الله عيسى يا نبي الله زكريا نبي الله يحيى وحيى لبان من نبي أسكو وقت يا قرابنا إلهي بأوح أوحي يودي نبي الله يحيى شان شيء إنو دتك أمره أسأقنا قوة عمر فلدتك سنو أمره شان في شيء مركا إنسو دتك أشيقين muddo yar baa kasoo wareegtay ciisa wuxuu ku yidhi marka yaa yaxya ilaahay wuxuu ku amray yaxyow inaad shan shay baa ilaahay isku amray inaad ku dhaqantid dadkan aada amartid oo banu israiil aada amartid arrintii haddaadan u sheegayn anigu aan u sheego wuxuu yidhi waxaan ka cabsanayaa waxaan ka cabsanayaa buu yidhi haddii aad igala hormartid ilaahay dhulku ila gooyo sidaa darteed buu reer banu israiil oo dhan buu shiriyey masaajidkii bay soo buuxiyeen ilaa ay daaqadaha istaageen wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu i amray shan shay inaan ku dhaqmo idinkana idin amro shanta shay maxaa ugu horeeya ilaahay inaad caabudaan oo aadna waxba ugu shariig yeelin wuxuu yidhi qofka sidaa ilaahay u shariig yeela wuxuu la mid yahay sidii nin addoon soo gatay addoonkii wuxuu kusoo gatay maalkiisa khaaliska dahab iyo fidu kusoo gatay markuu keensaday uu beertiisii gurigiisa keenay wuxuu ku yidhi ninow beertan ka shaqee wixii ka soo baxana ii keen addoonkii wuxuu sameeyey beertii buu ka shaqeeyaa wixii buu gadaa wixii soo baxa cid kaluu siiya markaas wuxuu leeyahay ayukum yardaa bidalik yaa sidaa raalli ku noqon kara in addoonkaagii shaqada u dhiibatay wixii kuu soo baxay inuu cid kala siiyo yaa raalli ku noqon kara ilaahayna sidaas ayuusan raalli ugu noqon karin addoomihiisu cidaan isaga ahayn inay cibaadada u gutaan sidoo kale wixii waxaa idin dardaarmaya salaada salaada qofka tukanaya haddaad salaad gashaan wuxuu leeyahay ha milicsanina meel kale qalbigiina radadkiiyo meel kale milicsan sababtoo ah ilaahay ilaahay buu qaabilsan yahay hadduu ilaahay ka milicsadana ilaahay waa ka sii jeesanaya sidoo kale waxaan idin amrahayaa buu yidhi soomkaan idin amrahayaa buu yidhi qofka sooman wuxuu la mid yahay buu yidhi dad jamaacaahu wada socda dad jamaacaahu wada socda oo mid ka midihi uu kiish ku wato miski barafuun carfoon buu kiis ku wataa jeebka ugu jira qof walbaa markuu usoo dhawaado caraftiisa ayuu maaragta ka carabsanayaa qof kastaaba markuu wuxuu rabi lahaa caraftaas marka nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam riix khaluufu fami saa'im atyabu cinda allahi min riixi lmisk qofka saa'imka oo sooman naabta afkiisa saaran ilaahay agtiisa waxay ka carab badan tahay riixda miskiga carabtiisa oo kale ka carab badan tahay wuxuu yidhi waxaa idin amrahayaa sadaqada sadaqada ayaan idin amrahay waa shayga afaraad yacni marka hore cibaadatullahi buu amray wuxuu amray salaadii wuxuu amray soomkii midda afaraad oo amray waxa weyu yidhi sadaqada ayaan idin amrahayaa buu yidhi sadaqadu waxay la mid tahay buu yidhi sidii nin cadow soo irsaday nin cadow uu qabtay cadowgu markuu qabtay buu qoortii iyo luquntiisa isku xiray markuu isku xiray oo loo soo istaajiyey in la toogto ama la dilo ayuu wuxuu yidhi wardadow wax alle waxaan haysto oon maal iyo mood leeyahay ayaan isku furanahay idaaye markaasay wixii ka qaateen wax alle wax haysta ka qaateen isagiina waa sii daayeen marka sadaqadu sidaasoo kale ayay wax u tahay qofka qof maalinta uu isku furto wax isku furto weeye oo cadaabka ilahay uu isaga furto midda shanaad waxa weeye waxaa idin amrayaa buu yidhi dikriga ilaahay iyo xuska ilaahay baa idin amrayaa buu yidhi wuxuu la mid yahay buu yidhi qofka ilaahay xusa qof cadow soo irsaday oo siduu u irsanayay ku yimid markay qaban rabeen meel ku yimid xisni rufays ku yimid oo rufayskaa ka galay oo kaleeta iyo la mid ah oo sidaa cadow ugu badbaaday marka dikriga hore sidaas ayuu qiimo badan yahay khulaasadu waxay ahayd shanta shay oo la amray nebi yaxya la amray waxa ugu horeeyey an laa yacbuduuh an yacbudu allaha walaa yushrikuu bihi shay-a ilaahay inay caabudaan ayse cidna la wadaajin
marka arintaas oo ah cibaadatullah ayada adduunka ilaahay adduunka iyo aakhiraba lagu badbaadaya haddii amni la rabo haddii horumar la rabo ilaahay baa adduunka iyo aakhirada waa iska leh ilaahay xaqiisa marka ugu ofaysid anaguo kuu naxariisanaya qur-aanka ilaahay wuxuu noogu sheegay الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في هذا الشيخ كان ليس أمن ما هين أمن هذا النهار حق إلهي أن كسوا بحنا حق إلهي أن كسوا بحنا إلهي أمن يقعنك قوائستا سيقعنا سينا هيا وليه إلهي آية سكولية الذين آمنوا ذات إلهي رمي ولم يلبسوا أن كبهن إيمانهم إيمان كودا بظلم ظلم أو حنوي كفسري بشرك إيمان كوددك أن شركي كدهن أولئك لهم الأمن هو سحيلين أمن بإليه لأمان بإليه مرك هذا أمن رمنه وحال رأينا الإله حقي سيكدنه سدوا كان سورة الإله في قريش إله قريش الكفرية فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هعابدين وكلي استعباده وكلي يلين إلهي آمن قليي قوذي قوتي أمن قبسيي marka hadii amni amaan la rabo waxa weeye xaqii ilaahay aan gudanno xaqii ilaahay waxa ugu weyn in la caabudo soo cidna lagu shariig yeelin markii la bad waxii la baryo ilaahay la baryo kaligiis la baryo kaligiis la tala saarto kaligiis laga cabsado asaga xukunkiisa sharciisa lagu dhaqmo marka waxaan intaas waa iga wacdigii intii kale culimadu yaraadeenna waa siday u yaraadeen baana ula qabaa waxaan kaliya ku soo koobayaa haddii dadku ay isku xiran yihiin oo isku hal qowl ay yihiin oo hal kale yihiin horumar bay gaaraan anugu waxaan kaga meesha lyaha dubay magaalada dubay waxa weeye inta ay ku taalo magaaladaas intay ku taalo meel hal meel oo baabuur la dhigto aan lacag ahayn ma jirto yacni magaaladaas intay weynaan le-eg tahay meel aad baabuur dhigatay oo aan lacag ahayn ma jirto saacaddii laba dirham baa la qaataa yacni markaad soo gelaysid magaaladaad soo gelaysid afar dirham baa lagaa goosanaya baabuurku kombyuuter baa kaa goosanaya markaad baxaysidna afar dirham baa lagaa goosanaya baabuur kaa goosanaya dhulkaasi muxuu ahaa dhul saxara ah oo kurayl ah oo haddii qofka loo daayo uusan wax kale isticmaalo uu iska dhimanayo sababto waa kurayl kurayl aan lagu noolaan karin waxa weeye waa dhul saxara ah oo meel la harsado lahayn maantana waxa weeye wuxuu noqday caalamka meel nin kastoo jooga kidaasuu soo aadaya meeshaasu soo imaanaya maxaa keenay taas waxa weeye intii yarayd oo ay deganaayeen bay waxay ka dhigeen dhul qiimale oo la deganaan karo ka dhigeen annagu dhulkooda intuu la eg yahay waddankaas imaaraadka la yidhaahdo sidaas dhererka marka la yidhahdo waa 700 kilometer cardiga marka la yidhahdana ma dhamma 150-200 kilometer weeye inta aan degannahay wax weyn kama weyna haddii lasu celceliyo dhulkaas baa wuxuu noqday maanta caalamku meelaan laga aqoon ma jirto meelaan laga soo aadin ma jirto ma hadda sanadkan bilowga marku bilaabanayay hal meel oo ah sarta caalamka ugu dheer waxaa isugu timid hal malyan iyo bar dadka badan baa isugu yimid madda marka adduunyadoodii bay saa u saxdeen waxay ku saxdeenna waxa weeye dadka xoog ma dheera waxa weeye talo iyo isku duubnaan iyo kala dambayn iyo caqligoo shaqeeya iyo maskaxdoo shaqeeya ku gaareen annaguna haddaa intii ka shaqaysayna waa gaari karnaa insha allahu tacaala marka waxaan isku daarmaynaa waxa weeye ilaahay ka cabsigiisa awalan wa aakhiran wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbih إذا الليل أرخى عليه السجودا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا